ده أسطورة. وكمان لما بيكون حالة عامة مش في مصر بس، عالمية. والنهاردة في الفيديو شفنا نجوم هوليود ونجوم كبار اي كانوا عاملين مسج لي تهنئته لبيج رامي وبطولاته، ده شرف كبير جدا. يعني احنا بنعمل موديلينج وبراندينج كده، يعني علامة مفهوم. في كمال الأجسام وفي الرياضة عموما. لما كل شاب وكل واحد يشوف رامي، طب هو إصراره وتعبه وصوره بالفورمة دي. النهاردة كان في ربط كبير جدا ما بينه وبين محمد صلاح، بالظبط وكل متفوق لسه رياضي بالظبط في الحقيقة. يعني كلامه كان قريب جدا، يعني محمد صلاح جاله كورونا وكمل، وما شاء الله دلوقتي في البريمير ليج، هو يعني على عالي قد ما جدا. تتعب وتلتزم على قد ما توصل. هدف ومحبتك لبلدك ومحبتك لوطنك وعلم بلدك معاك في قلبك وقدامك، وده شيء مهم جدا. لأن الرياضة والأيقونة اللي بتصل هي بتوفر علينا جهد كبير جدا في إخراج أجيال تانية، أجيال صحيح ملتزمة لبلدها، محبة لبلدها مهما سافرت هي موجودة. وده كلام رامي النهاردة، كان يعني أبهرني بكلامه وحديثه في الحقيقة. حتى لو ما اتكلمتش معاه كتير قبل كده، لو بطمن بتكلم بالتليفون بشوف الراعي بتاعه، لكن النهارده في الحقيقه دار حوار كبير وكتير ما بيننا. يعني اكتر من هايل، ثقافته للرياضه الحمد لله. عموما، تتبعه لينا ولاحوالنا، حتى يعني اداره الازمات بتتكلم عليها واحنا ازاي بنديرها في الرياضه بصفه عامه. شيء مهم جدا. الف مبروك يا رامي، وبنتشرف بيك وعايزين منك كتير. احنا نتعب في عملنا الاداري، الدعم موجود، يعني شيء مهم جدا في مفهوم الحقيقة.